استقبل مطار العريش الدولي 153 طائرة مساعدات بحمولة إجمالية تصل إلى 3786 طنا من المساعدات المتنوعة من 30 دولة وواجهة أممية منذ 12 من أكتوبر الماضي. وأكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وصول 8 طائرات تحمل 247 طنا من المواد الغذائية الطبية والغذائية والأخرى، ومنها طائرة من قطر وطائرتان من السعودية و3 طائرات من الكويت وطائرة من الإمارات وطائرة أيضا من الهند.